قد عاش قوم قبلنا كانوا على مر السنين يرجون طول حياتهم فاغتالهم سهم المنون وجاء جيل بعدهم عشق الحياة كما تكون قالوا نعيش كغيرنا نلهو ونلعب عابثين وشبابنا يبقى لنا والشيب يأتي بعد حين أو ما ترى من حولنا من عاش قرنا من سنين وتمتعوا بشبابهم فيما مضى قبل البنين أو ما ترى أن الذي قد كان يرجو أن يكون قد فارق الدنيا بلا زاد وصار إلى المنون اغنم حياتك قبل ما تنعى وياتيك اليقين ودع الصبا قبل البلاء واسلك سبيل الصالحين جنات عدن زخرفات فيها خلود المتقين هذه نصيحة صادق قد جاء بالعلم اليقين اعمل لنفسك قبل ما تفنى وياتيك اليقين إن الذي أرجو به جنات رب العالمين زاد منها التقوى على سبيل خير المرسلين.